الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني بعد الانجاز اللي حققته كل فريق المولوديه الوجديه لكره القدم السعوديه قسم سوا، وكذلك فريق حسنيه لازاري السعوديه قسم الموالي، الحمد لله الرياضه في مدينه وجده يعني يوم بعد يوم كتزداد وكتزدهر، والنتائج الحمد لله في تزايد، وهذا عمل جبار اللي قمت به هذا العام السنه كل المكاتب المسيره، ودون ان ننسى ان جميع الفرق كانت لهم واحد الدعم اللي كان قوي لا معنوي ولا مادي من طرف السيد الوالي الجهه الشرقيه عامل عمل في وجده انكاد، على الدعم اللي تعطى المعنوي في كل قبل وبعد المقابلات. الحمد لله هذه النتيجه ديال اليوم اللي احتفلنا بها بكل الفرق من فريق مولودية وجدة للريكبي وكذلك فريق الاتحاد الرياضي للريكبي، بالنسبه لجميع الفئات، بالنسبه للفتيات، بالنسبه للفتيان للفريق الاتحاد الرياضي، وكذلك فريق الكبار لفريق المولودية الوجدة. هذا العمل هذا الحمد لله ممكن لنا اننا يعني نفرحوا به كمديريه اقليميه لوزاره الشباب والرياضه، خاصة الفرق كانت لنا مواكبة جميع الفرق، والحمد لله هذه النتائج جاو بعد هذه الرعاية المولوية ديال سيدنا والإنجازات اللي تحققوا في المجازات والمركبات اللي تحققوا فيما يخص الميدان الرياضي، هذا أعطانا نتيجة الحمد لله على المدى القريب، مازال إن شاء الله كننتظروا المدى المتوسط والبعيد. التفكير اللي كيراودنا نتمنى ان شاء الله انه يتحقق هو خلق قسم مديري جميع الفئات، على اساس ان هذه الرياضه وهذا الفريق ديال المولوديه، هذا الفريق الكبير العريق اللي عنده تاريخ في جميع انواع الرياضيه، انه يحقق هذه الامنيه انه يدير قسم مديري ويكون عمل واحد وقلب واحد وجسد واحد وعمل واحد، على اساس ان الرياضه تزيد على مدوى المتوسط ومدى القريب. شكرا استضافتكم لنا، ونتمنى ان شاء الله من المزيد من التخلق الرياضي في هذه البلاد.